زور آسایه امرو بونه کی بنماله کی خبادگیر و آینی آلی حکیم لیره دا همومان پیکا و کوب کاتا و چون که گورکانی او بنماله یا همیشه حولیان داوا حولیان داوا همو مذهبکان لیک گوا نزیک بکنو هاو بشی و هاو خباتی لنیوان گلی عراق و گلی کردستان درست بکن زوریش گرنگا لو روژه دست بهیس لو روژه دست بهیس کردنوی پیوند یکان من کینوا چون که همیشه اوا ویستو کاری شهیدی محراب بوا بذكر استشهاد شهيد المحراب الخالد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره إن حضورنا في كردستان الشموخ وعاصمتها أربيل مدينة الشهداء والمناضلين للاحتفال بهذه الذكرى الأليمة مع أصدقائنا وأهلنا وشعبنا الكردي العريق المواسي لنا في محطات تاريخنا الأسري والسياسي والاجتماعي لهو رسالة بليغة في عمق هذه العلاقة التاريخية الوطنية الممتدة. نقف هنا لنستذكر معا محطات حياة أولئك القادة الوطنيين الذين ناضلوا وكافحوا من أجل حقوق شعبهم وإعلاء كلمة وطنهم وتحقيق العدالة والاستقلال والاستقرار والازدهار لبلدهم